الاداء والرباح والتروفي، هاد ثلاثه الحوايج ما بقاوش كيتلاقاو دابا حاليا. تربح تدي لاكور، اما باش تقول لي فرقه كتلعب وكتدور كره صعيب واحد شويه. سي فري كتبان لك الرجاء ما واصلاش داك لو نيفو اللي الجمهور باغيه، كاين يعني ندعموهم اونتر بارونتيز بلاش المعيور فيسبوك حيت اخترقوا بزاف الفرقه. جو بونس كو اللعابه كيتاثروا بهذا الشيء حيت كيقراو لي كومونتير، وحتى السلاميه اظن راه كيشوف التعاليق ديال الناس في فيسبوك. المهم حنا غنكوراجيوهم، كنتمنوهم غير الخير. السلامي راه باقي راه كيربح ما كيخسرش، الاداء ما كاينش ولكن راه ما كيخسرش. هذا الشيء نقدر نقول لك صديق. شكرا. إذن مشاهدينا انتم مع هذا البث المباشر من قرب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا فجماهير وانصار بعض الانصار ديال فريق الرجاء الرياضي فهي حجات قرب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس باش اكيد تشجع اللاعبين وتعرفوا على الفرحه ديالهم بهذا التاهل. معنا احد مشجعي فريق الرجاء الرياضي، كيفاش جاك الماتش اليوم؟ السلام عليكم خوتي. الماتش داز بخير وداز بون ايكيب ديال الاسبوار الدراري الله طلعهم جمال السلامي. وبغيت نقول جماهير الرجاء البيضاوي حيدوا منكم هذاك التفكير ديال جمال السلامي ارحل ولا جمال السلامي ما يبقاش، بغينا حنا السلامي يبقى، حنا السلامي هو اللي كلشي في هذه الفرقه هذه. ما كاينش شي واحد في افريقيا شي مدرب في افريقيا هذه غيجي احسن من السلامي. السلامي قاد الغارات، الله يعاون اخوتي. كيجاك النيفو المستوى ديال الرجاء؟ المستوى ديال الرجاء في هذه المباراه هذه طلع لها من النيفو حدا جنب السلام، دار تغييرات في المستوى عطى الاكل ديالو في المباراه. كنتمنوا انه الماتش مباراه تبقى بحال هكا كل نهار كل مباراه. وشكرا. كتشوف باللي الرجاء المستوى ديالهم تطور، اللعاب المستوى ديالهم تطور؟ بطبيعه الحال المستوى تطور مع التغييرات اللي دار جمال السلامي عطات النتيجه في هذه المباراه. كما كتشوفوا معنا الان مشاهدينا فالمغادره ديال الحسين رحيمي الشقيق ديال سفيان رحيمي احد العناصر الشابه اللي كيعول عليها نادي الرجاء الرياضي وكذلك الجماهير ديالو. فكيلتقط الصور التذكاريه مع الانصار ديال جماهير الرجاء. كي جاك الماتش ديال الرجاء؟ جاني الماتش ديال الرجاء شنقول لك؟ ايش كوكي كتسمع الماتش ايش كوكي عتناو ايش كوكي نهار لعبنا مع شينوا شناوا لعبنا معاهم هنا كوب. اليوم الماتش ضد اتحاد سيدي قاسم كيفاش جا؟ سيدي قاسم احترموهم داز ماتش زوين، الدراري داروا الضريبه داروا اللي عليهم. جمال السلامي تا هو كاين. انا دابا التقيتي بالحسين رحيمي، كيفاش الحسين رحيمي ويلي خو رحيمي. اجي يا بابا اجي خو رحيمي هذاك فهمتيني باقي قال لي باقي صغيور، انا كنلعب في الكادي هو باقي صغيور لا هو لا خو فهمتيني. حقاش انا لعبت في الراجا 5 سنين مشيت معاهم حتى لكاس ديال دانون فهمتيني مشيت معاهم حتى لكاس ديال دانون. فرحان اليوم بالرباح ديال الرجاء البيضاوي وديما راجا وتلقى الرجاء وجمال السلامي غيبقى في الرجاء. شي قال لك يقول لك جمال السلامي يمشي من الرجاء ماشي رجاوي. اذا مشاهدينا دائما مع هذا المباشر فمجموعه من جماهير الرجاء الرياضي فهي حلت ب قرب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس طبعا من اجل تشجيع
الفريق ديالها وشكر اللاعبين على هذا التأهل وهذا الانتصار. كذلك معنا واحد من انصار فريق الرجاء الرياضي اللي غيعطينا رايه في الماتش اليوم. كيف جاك الماتش اليوم ديال الرجاء ضد اتحاد سيدي قاسم؟ وصراحه المقابله كانت يعني ما كانش مقابله في المستوى اللي غادي نقولوا كان اداء ممتاز، ولكن كان الاهم ديالها هو الانتصار للجبهه السلامي واللاعبين، والحمد لله هذو اهم حاجه وهذو انتصار القادم اجمل ان شاء الله مع الرجاء بالدوري. كيقولوا كاين اللي كيشوف باللي المستوى ما كانش في حسن ظن الجماهير ديال الرجاء، انت كرجاوي كي جاك النيفو؟ واكيد يعني كان مشجع انا واحد منهم، ولكن ثم ولكن ما ننساوش ان الجبهه السلامي ولا يعني اللاعبين رايح واحد 40 يوم اللي ما كانش في صالح ديال الرجاء البيضاوي بتاتا، وكعارف الرجاء البيضاوي القوه ديالها هو انها كتكون والقوه ديال الرجاء البيضاوي استمرار المقابلات تكون متتاليه. الحمد لله، شكرا لك، بارك الله عليك.
شاطئ ولا شي لعيبة مرحبا. ماتش اليوم كيف جاك الاقصاء امام الرجاء الرياضي بجوج ديال الاهداف للصفر؟ واش نقول لكم الحمد لله كانت مباراه نتوما كما كتشوفوا مباراه صعبه بزاف وكنا الحمد لله بيان اونغارنيزي بالنسبه للفريق سيدي قاسم الفريق كبير وداركنا الموقف ولعبنا كورتنا وكما شتي راه المقابله جات مزيانه والحمد لله. شوف الحمد لله على كل شيء فريق الرجاء كبير والمستوى اللي ظهرنا مع فريق الرجاء بهذا المستوى راه الحمد لله كل شيء مزيان. حسيتوا بالفرق اليوم لعبتوا مع فريق متصدر البطوله القسم الاول؟ ما حسينا بلا فرق لا والو. الكره كما كنقولوا احنا بلغة الكره وما عندهم جوج رجلين وحنا عندنا جوج رجلين لعبنا كورتنا جاب الله التيسير ربحونا. هذه هي الكره، كره فيها ربحه حتى خسران تعادل، المهم ما نزلناش يدينا حتى لاخر نفس والحمد لله من خرجوا اللعابه سالمين. وانت عارف الضغط ديال الرجاء كيلعبوا تما سبت الاربعاء وحنا 15 يوم سبت الاربعاء راه ضروري كيكون شويه العياء لكلا الفريقين. شكرا تبارك الله. مرحبا. Encore.
عندك طريق انا ريت ما تفتح سنه ان شاء الله يكون الخير. هذا المقاش هذا الا استشهاد المقاش ديال الشباب الاسيره اللي غادي نكونوا ان شاء الله وما يكون غير الخير. شكرا الشباب سيدي قاسم باش يطلع القسم الصبور. راك كيف ما كتعرف اخويا في جميع الفرق الهواه في الامكانيات التيران مسدود عندهم ما كيعطيهم التيران كبير كنمشيو ندخلوا في القصير. هذا الشيء العوامل اللي كتساهم في راك عارف هذا الشيء اخويا بلا ما سميتك مولير كامل اخر مره